النهارده يوم مهم قوي حياتي انا ومنى. رايح اشتري شويه الكهرباء بتاعه الجواز، لسه بقى انا في ديسكاونت 50% في كارفور، فرايحين نشوف الكلام ده حقيقي ولا لا. هنشوف. طبعا زي ما دخلت كارفور زي ما خرجت بيموتوا بعض على التلفزيونات والبوتاجازات والحاجات دي. فكرت اعمل حاجه ليها فايده بقى، طالما المشوار بتاع هايبر وان ذا باز نعمل حاجه افيد شويه. نصلي في جاهز نروح نصلي النهارده؟ جاهز ان شاء الله. شكلك عايز تقول لي مصطفى محمود مثلا. لا مصطفى محمود ولا حاجه. انا مش عايز اروح وما الحقش، احنا ممكن نصلي في اي حته كده نضمن. انا الفيديو نفسه قايم على حلاوه المكان اللي احنا كنا رايحينه. احنا هنروح وانت لو تسمعنا قول لي هنروح. عايز اجيب عدسه تكون مثلا بتجيب 50 متر في 100 في كيلو عرض مثلا عشان تورينا المنظر الرهيب ده. اخر حاجه يا جماعه هقفل بيها الفيديو، ان انت لازم دايما ما تقعدش تصلي مثلا كل يوم في نفس الجامع، او ما تقعدش تقرا القران مثلا في نفس المكان كل يوم. لا، لازم تغير الاماكن عشان بس تجدد شويه، عشان انت في البني ادم غصب عنه حتى لو كان متدين لاقصى الحدود بيوصل له مرحله كده بيزهق. بس معلش اقطع كلامك، بنبدا الاول بالصلاه وبعد ما تبقى بتصلي بانتظام تشوف بقى جوامع تانية ليفل بقى بتاع بالزبط. التغيير واللي هو روح غزة حتة وكده. بس قلت اوضح بس طبعا احنا مش شيوخ عشان بس محدش يمسك علينا احنا سلب الليل. بس يعني الواحد بيقول اللي هو عارفه والناس يعني اخدت بيها او ما اخدتش بيها ونفضت خالص دي بتاعتهم بالظبط كده. سلام.